وللمزيد ينضم إلينا الآن عبر الهاتف شريف عارف الكاتب الصحفي. أستاذ شريف، بعد التحية وكل عام وحضرتك بكل خير وكل مصري بألف خير، هناك الكثير من النقاط التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في ذكرى ثورة 30 من يونيو. من ضمن النقاط أن الدولة تسابق الزمن بإطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية في كافة المجالات. السؤال الذي يطرح نفسه كمصري قبل أن تكون كاتب صحفي، هل كنت تتخيل كل هذه السرعة والوتيرة السريعة التي نمر بها وما تم إنجازه خلال هذه السنوات؟ أولا مساء الخير على حضرتك، وكل عام والشعب المصري بألف خير ودايما في تقدم وازدهار بإذن الله إن شاء الله. أهم ما يميز ثورة 30 يونيو أو لفظ دولة 30 يونيو على وجه التحديد هو عظمة التحدي وجرأة القرار. بمعنى إيه؟ أن عظمة التحدي هي القدرة الحقيقية على مواجهة التحديات، وهو كما أشار السيد الرئيس في كلمته بأن 30 يونيو قدمت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية. كما هو معلوم أن تاريخ مصر الحديث فيه ثورتين شعبيتين رئيسيتين، هما ثورة 1919 وكانت ضد المحتل الغاصب، أيضا ثورة 30 يونيو كانت ضد محتل آخر أراد أن يغير هوية الشعب المصري وأراد أن يضع شكلا جديدا يتنافى مع العمق الحضاري لهذا الشعب. النقطة الثانية المهمة التي تحدث عنها الرئيس هي قدرة الشعب على تجاوز التحديات، ودي قضية خطيرة جدا. الشعب المصري شعب عميق وشعب كبير وله عمق حضاري وموروث ثقافي عميق وكبير، وبالتالي عندما يواجه التحديات، ما هي التحديات؟ احنا لأول مرة في تاريخ مصر أن تكون هناك تحديات وتهديدات من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، وما فيش أعظم من كده تحدي. التحدي الأكبر هو البناء والتنمية، أن تواجهي حربا على الإرهاب من الداخل وفي نفس الوقت معدلات البناء أشادت بها كل المؤسسات الدولية، وكل ده وسط جائحة كورونا. يبقى احنا هنا أمام تحديات وعظمة لهذا الشعب العريق في تجاوزها. الأخطر من كل ده هو الجرأة في القرار. الجرأة في القرار لو تنظري إلى مجتمعات تم اقتحامها بشكل غير طبيعي، هذا لم يحدث في تاريخ مصر. محاور مرورية مرت من مناطق كان يصعب مجرد الدخول فيها، مجرد التفكير في الدخول فيها. منها مثلا محور زي محور الفردوس يعني اللي هو في القاهرة مثلا، ومحاور كثيرة في عدة محافظات، ولكني أتوقف أمام مشروعات مثلا مثل مثلث ماسبيرو. هذه القضية التي ظلت لعقود طويلة لم يجرؤ أحد على أن يتطرق إليها. إذن شرعية ثورة 30 يونيو أعطت لصانع القرار القدرة والجرأة الحقيقية على المواجهة، لأنه أولا وأخيرا هو موكل من الشعب. يعني في تاريخ الثورات الشعبية لم يوكل الشعب المصري سوى شخصين، الزعيم سعد زغلول بالتفويضات في سنة 19 والرئيس عبد الفتاح السيسي بتفويضه بالنزول، النزول الشعبي. معنى النزول الشعبي ليس تفويضا مكتوبا، النزول الشعبي يعني أنا بنزل وسط هذه التهديدات بالقتل والقمع وهذه الجماعة الفاشية التي توعدت، ورغم ذلك نزل الشعب في الوقت المناسب. هل هناك تفويض أهم من التفويض بالجسد والتضحية بالروح؟ إذن هذا الرجل موكل من الشعب المصري بتنفيذ كل ما يتطلع إليه هذا الشعب، وهنا تكمن عظمة التحديات وجرأة صانع القرار في اتخاذ القرار المناسب. نعم، على فكرة جرأة صانع القرار في اتخاذ القرار المناسب، كان هناك الكثير من المجالات التي تدخل فيها الدولة لتطويرها، وربما كان هناك بعض المصريين الذين أيضا يريدون الخير لكنهم لم يتصوروا أنه من الممكن أن يتم الإنجاز في كل المشروعات في وقت واحد، وذهول
أنه بالفعل تم الإنجاز تقريبا في كافة المجالات وفي وقت واحد وعلى نفس المسارات تسير كل الأمور. تعليقك على هذا الأمر، وخاصة أن يعني حتى من كان يعني غير واثق أن ربما كل هذه الأمور ستحدث، الآن هو في فخر وسعادة كبيرة. للأسف العميق أن البعض تأثر ببعض المنصات المعادية لمصر والتي تحدثت عن خطورة المشروعات التي تقوم بها مصر. وفي كل مرحلة تخوضها مصر يتأكد الشعب المصري أنه عند حسن الظن وأن التنفيذ يتم بمعدلات غير طبيعية، لدرجة أننا نلمس ذلك في الحركة اليومية، وده أخطر شيء. تخيلي النهاردة لما بيكون في أي طرح لمشروعات خاصة بالأراضي أو بالشقق السكنية أو إلى آخره، شوفي كم من الناس اللي تبقى واقفة على البنوك عشان تاخد كراسات التقديم لهذه المشروعات. هل هناك ثقة أكثر من ذلك؟ طيب شوفي كمية المشروعات التنموية اللي على الطرق وكم العاملين فيها، هل هناك ثقة أكثر من ذلك؟ كل ده الناس بتشهده. ليه؟ احنا دولة، يعني احنا دولة كبيرة وعميقة ودولة عظمى، ده حقيقة، ولكن كان اقتصادها سيء، يعني اقتصادها كان في حالة سيئة. النهاردة انت اخذت قرارات الاصلاح الاقتصادي والشعب المصري كان مؤمنا بها وتحمل جزء كبير من تبعات هذه القرارات، ولكنه مؤمنا بأنه يرى بعينه يوميا تطور. احنا النهارده احنا امام كتائب بناء، احنا ما فيش مكان حضرتك ممكن تمر عليه في مصر الان ما فيهوش حركه بناء. نعم. طيب هذه الشركات وهذه المؤسسات الكبرى التي تقوم بهذه الاعمال هي خير دليل. الناس دلوقتي بيقول لك، او كما يقال في المثل العامي المصري، شفت بعيني ما حدش قال لي. نعم، يعني بالفعل الناس الآن تلمس كل شيء بأعينها، هي تلمس كل ما يحدث على أرض مصر. نعم بالفعل. أستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة. شكرا لك.